تمكنت قوة الشرطة القضائية بفرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جلمة من الإطاحة بعصابة إجرامية منظمة تنشط في مجال تهريب الأدوية المهلوسة من دولة شقيقة إلى وسط مدينة جلمة من خلال بيعها بالجملة لفائدة الشباب باستعمال مركبة، وذلك من خلال استغلال أحد المشتبه فيهم لمسكنه كمخزن لتخزين وبيع وتهريب المواد المهلوسة. تمكنت قوى الشرطة القضائية بفرقة مكافحة المخدرات من ضبط وحجز 26,000 قرص مهلوس من نوع بريجابالين ذات منشأ أجنبي، سيارة سياحية تستعمل في عملية النقل والتوزيع، هواتف نقالة استعملت في عملية التمويه، بالإضافة إلى مبالغ مالية من عائدات الاتجار بالمؤثرات العقلية، وأسلحة بيضاء، سكين زائد كتاغ استعملت في عملية التقطيع، ليتم بعد ذلك تحويل المشتبه فيهم إلى المصلحة، وبعد حجز ما تم العثور عليه فتح تحقيق في القضية أين كون ضدهم ملفا قضائيا.